امرأة أعطتها صديقتها مالا لكن حلفت بأن لا تأخذه لظنها أن حالتها المادية متعسرة، فأصرت على إعطائها المال وحلفت هي أيضا وشرحت لها بأن حالتها المالية متيسرة، فهل على على من تجب الكفارة؟ عفوا، يعني هل المرأة التي أقسمت ألا تأخذ المال ثم أخذته، هذا بإمكانها أن ترفض وإمكانها أن تأخذ، عليها الكفارة إن هي أخذت. و نعم، حلفت أن تعطي المال ولم تأخذ، خلاص هي لم تأخذ. الأخرى حلفت على شيء لا تملكه، قلت لك يا عبد الرحمن أقسمت عليك بالله أن تشرب هذا الماء، قلت أنا لست في حاجة إلى الماء ولم تشرب، أنا حلفت على شيء لا أملكه أنا. واستونس في هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله رأيت رؤيا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له، فتركه النبي يعبرها. فقال أبو بكر يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم.